تفكير يستحق الحياة، برنامج يحفزنا كيف نكون مؤثرين من خلال حياة ملؤها التفكير والعطاء. إنه برنامج يسعى لرفع همم التفكر والتبصر في الحياة وللتدبر في كل ما حولنا. برنامج يقوم على حقائق وممارسات من أثروا مسيرة الحياة وحققوا التغيير الواضح في أنفسهم ومجتمعاتهم وصنعوا الحضارة. برنامج يوجه نحو همم عالية لكي نكون عاملين في كل ميادين الحياة، فيكون كل منا قدوة متميزين بروح ملؤها الإصرار والطموح. خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت فيض من الحب سما. تفكير يستحق الحياة، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد محجي، إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم تفكير يستحق الحياة، والذي سنتناول به مفهوم جديد وهو التفكير المرئي، فمرحبا بكم. يا رحمن ساعدني، يا رحمن اشرح صدري قرآن، قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. تعلمنا الحياة أيها الأحبة أن التغيير في التفكير يتطلب تغيير في القناعات، والقناعات لا تتغير أيها الأحبة إلا من خلال الملاحظة المستفيضة والمنطقية لكل حالة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التفكير المرئي الذي يبدأ بالتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، فيقول الحبيب محمد في حديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، رواه الطبراني. فمن الملاحظ أن هذا التوجيه النبوي الشريف لطريقة التفكير هو يساعد على التغلب على أسباب قصور عقولنا البشرية عن الإدراك لما هو خارج نطاق قدرتها، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم بحكمته يقول لنا إن أفضل سبل التفكير التي يجب أن تتبعها عقولنا البشرية هو يقوم على الصور الحسية التي تعزز إدراكنا لما حولنا. وحتى ترى ما يجب أن ترى من خلال التفكير المرئي يجب أن تجرب عدسات كثيرة في الحياة، فهذا لا يأتي من الخيال فقط ولكن من خلال التجربة. وكلما استطعت أن تضع عدسات مناسبة ولكن في نفس الناقدة بشكل إيجابي لما حولك، كلما استطعت أن تشكل النظرة الشمولية التي تأخذ في الحسبان وجهة النظر الآخرين. التفكير المرئي هو التفكير الذي يقول لك أنك تستطيع أو لا تستطيع أن تغير شيئا من واقعك، وهو كما يقول علماء التفكير هو ما سيتحكم في واقعك. ولذا دائما اصنع من حولك تفكيرا وممارسات ووسائل مرئية تعزز التفكير الإيجابي الذي يقول لك: نعم أستطيع، نعم أنا أستطيع، نعم أنا أستطيع. وقد اشتهر بهذا اليابانيون أيها الأحبة، فاليابانيون يتميزون بالتفكير المرئي، ولذلك ترى عندهم في مؤسساتهم ومصانعهم نقطة تسمى نقطة التعلم الواحدة، حيث يستعرضون في هذه النقطة أو في هذه المنطقة من التجمع أو في مكتب الاجتماعات أحيانا يستعرضون في لوحة ما الممارسات السليمة في كل نواحي المؤسسة تشجيعا للالتزام بهذا التفكير، ولا يستعرضون الممارسات الخاطئة. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير
ومنها تحلى أيامان. سابق الطير ونجاري ونطير، آمنا بتغيير شباب حقق حلاما. طمن وامن لننا نبضى وعينا، ولننا قوة يمينا، وملنا غيره ومال غيرنا. وهذا التفكير الإيجابي يعزز نقطة التركيز الإيجابية، ومن صفات هذا التفكير المرئي العميق عند حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بعد النظر في قبول صلح الحديبية لما له من مكاسب، مثل ضمان السلامة في الحج بعد عام واحد من الصلح. بعدما رأى وضع قريش فكان أمن المدينة شر القتال، وتفرغ لفتح ونشر الدين العظيم في كل جزيرة عربية. فوصوله بالقرب من مكة جعله يصنع قرارات أكثر قدرة على انتصار المسلمين في وقت أسرع، وكذلك جعله يركز على التربية والإعداد لمسلم المدينة المنورة. إن هذا التفكير الحكيم فاق حتى في مستوى التفكير من العبقري اللماح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي تساءل حينها لما نعطي الدنية في ديننا. إننا نحتاج أيها الأحبة إلى هذا النوع من التفكير في عالمنا اليوم، خاصة عند الإنسان العربي. فإذا أصبح العربي اليوم له تفكير يقوم على قراءات إحصائية سليمة، فإنه لن ينقاد إلى الحروب كما يحدث اليوم، ولن يدخل في ممارسات هي أبعد ما يكون عن التحضر، بل هي أقرب ما يكون إلى التخلف الرعية. فبالرغم من توفر أدوات التقنية بين يدي العربي اليوم، إلا أن له لديه نقص في التفكير المرئي، فأصبح يزايد في تعميق الطائفية والتنازعات الدينية والعرقية دون أن يلتفت لأثر ذلك على مجتمعه الحاضر والمستقبلي. هذا النوع من التفكير سيجعل أن لديك ملاحظاتك البسيطة تترابط بمعاني أكبر مع منظومة الحياة المتشابكة. إن غياب هذا النوع من التفكير في أمتنا جعلنا كأمة الأمة الوحيدة التي تنفذ عليها الخطط والمؤامرات بطريقة معلنة، وبينما هي من الأمم التي تتميز بها طاقات شابة وخامات ممكن تشكيلها نحو الإنتاجية والتنافسية والتميز. فأصبحت أمة من أشد الأمم التي تجدها تتبنى الحجر والبناء بدلا من أن تتبنى أثرا بين البشر. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، عنقت أحلامنا نجمة ثريا، هيا قم وندرك العليا سويا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا، هيا قم وندرك العليا سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إذا ردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. نحن فعلا نحتاج أيها الأحبة اليوم إلى تقويم المسيرة والخلل في التفكير المرئي، فكما يقال السفن تصلح مشرعة، وهذا يتطلب رؤية الصورة الكبرى، وبما يساعدنا على مراجعة أدائنا بصورة أوضح وبصورة كاملة كفيلم تستطيع أن توقفه لتعرف نقاط ضعفك. ولا يوجد عالم أستطيع أن أضرب عليه في العصر الحديث أو في العصر القديم التفكير المرئي بأفضل من العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم. لقد اهتم
ابن الهيثم بالتفكير المرئي، واستخدم مفهوم الرصد والملاحظة، وهو الذي عاش في الفترة ما قبل 955 ميلادية. لقد تميز ابن الهيثم بالاهتمامات المتعلقة بالتفكير المنطلق من التجارب التي تقوم على التفكير المرئي، ولذا اهتم بعلم الهندسة والفلك والرياضيات والطب والفيزياء والبصريات، كما دمج ابن الهيثم كل هذا بالفلسفة والعلم. تميزت منهجية التفكير المرئية عند ابن الهيثم خاصة في علم البصريات، فهو الذي كان يعشق المنهج العلمي والتجربة، وكان يقوم على استخدام الملاحظة والاستقراء والاستنباط، ولذلك تميز علمه وتفكيره لليوم، بل إنه تميز تفكيره على الكثير من المطورين والمخترعين الذين غيروا في مسيرة العالم وحتى في الفلاسفة. ومن أمثال هؤلاء الذين اعترفوا لفضل ابن الهيثم عليهم فرانسيس بيكون، ورينيه ديكارت الفيلسوف المشهور، وإسحاق نيوتن. أفكارنا أيها الأحبة هي مثل الأفكار الصامتة، وهي مثل جذور النبات، إنها لا تزال مخبأة في تجاويف مظلمة من الأرض، ولكن منها تنبع النباتات بقوتها وجمالها، ومنها ومن خلالها يحيى النبات ويموت. لذا بالرغم من أن أفكارنا مخفية لكنها حقيقية، وهي سر القوة الحيوية التي لدينا. مع تمنياتي لكم بتفكير يستحق الحياة، وأن نلقاكم مجددا في الحلقة القادمة بإذن الله. تعتز نفسي أنها بها الإله وأقسما، وأنه أرادها مثل السحاب إنهما. تعتز نفسي أنها بها الإله وأقسما، وأنه أرادها مثل السحاب إنهما. كما خلقت ملهما سأستمر ملهما، وحي السماء لي هدى، صدق الضمير لي حما. تفكير يستحق الحياة، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي، ومن إخراج خالد المرباطي.